اللهم صل على النبي. نشوح البصل مع الزيت لين يصير غامق. في الخلاط نضيف نصف كمية البصل والزنجبيل والثوم والبهارات والزبادي ونخلطهم. نضيف هذا الخليط على اللحم ونقلبهم تمام. نرجعهم في نفس القدر اللي سوينا فيه البصل مع شوية بصل. نضيف البطاطس والملح ونخليهم لين يستوي اللحم. نسلق الرز مع البهارات الصحيحة وشوية زيت 3/4 استوى. بعد ما يستوي اللحم نبدأ نرتب القدر، طبقة من اللحم مع المرق، الرز، اللحم والرز. نضيف موية الكادي مع الزعفران والكزبرة وباقي البصل. ولو حبيتوا ممكن نضيفوا فحم والع على شوية زيت ونغطي القدر على نار هادية لين يستوي الرز. وجهزت يا سيدي. نقول بسم الله. ألذ من كذا ما في. ما أقول لكم الطعم. خطير. وبالعافية.